يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة. فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 18 درجة والصغرى 12 درجة، يكون الجو فيها مائل للبرودة. في الأسكندرية 19-13 مائل للبرودة، في مطروح 18-13 مائل للبرودة، في بورسعيد 19-13 مائل للبرودة، في الإسماعيلية 19-12 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 20 درجة والصغرى 12 درجة مائل للبرودة، في العريش 18-12 مائل للبرودة، في طابة 18-10 مائل أيضا للبرودة، في شرم الشيخ 23-15 معتدل، في الغردقة 23-16 الجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 21 درجة والصغرى 9 درجات والجو فيها معتدل، في أسوان 22-10 الجو فيها معتدل، في الوادي الجديد 20-9 الجو فيها أيضا معتدل، في شلاتين 25-15 معتدل، وأخيرا في حلايب 23-14 الجو فيها معتدل. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.